لو طلب منك او انا اطلب من حضرتك دلوقتي تختار لاعبين من الدوري المصري تحب تشوفهم موجودين في النادي الاهلي، تختار مين؟ بعيد عن النادي الاهلي، شايف ان الاهلي محتاج لعيبه زي دي يدوا اضافه غير اللي موجودين. لا، في لعيبه كتير كويسه. يعني زيزو لعيب كويس، من احسن لعيبه في مصر. ابراهيم، محمد ابراهيم. ها؟ محمد ابراهيم؟ لا، ابراهيم بتاع بيراميدز. ابراهيم عادل. ابراهيم عادل لعيب مستوى رائع جدا، ولعيب بيلعب نص ملعب، اختراقات والوصول وانتوهات وبيجيب جوال، ولعيب كويس قوي قوي، واعد، مش لعيب ريجيد جامد، لا بيمسك ومتحرك ويروح، وبعدين عنده الجرأه يروح للباك عايز يفوت منه، يعني انا رايح لك اهو بتاع، يعني وبيخش بوش. في لعيبه زي كده. مين تاني يا دكتور؟ في مثلا عاطف، احمد عاطف ده برضه لعيب كويس قوي، مهاجم، مهاجم وشرس ورزل، ولعب النادي الاهلي مع دجله السنه اللي فاتت، دجله وكان فيوتشر، وكان النادي الاهلي حتى كان كسبان 2-0، هو جاب جول وازم الماتش بقى 2-1 على الاخر، النادي الاهلي كسب. صحيح، هذا برضه من اللعيبه على طول رشر على الجول، وبعدين رزل على المدافعين. انت عايز مهاجم رزل، في مهاجم رزل على المدافعين، مش مهاجم مسالم. يعني دي امثله، انا بتكلم على امثله لعيبه من موجوده، في لعيبه كتير غير دول كمان. انا طب راضي على خط دفاع النادي الاهلي؟ خط دفاع النادي الاهلي برضه بالكامل، انا بتكلم بالكامل حتى الاحتياطي بالاساسي. النادي الاهلي محتاج، محتاج سنتر باكس. مشكله النادي الاهلي سنتر باكس. يعني النهارده بتلعب اولا ايمن اشرف ما هوش سيرد باك، بس انت مجازا بتلعبه سيرد باك لان ما عندكش. بدليل انك انت جبت بدر بانون سيرد باك، وجبت علي معلول باك شمال، فدليل على انك انت ديفنسك فيه مشاكل. لما تجيب اثنين محترفين اجانب في الديفنس من اربعه، دليل على انك انت مصعب الامور بقى بعد كده في الهجوم. ما انت عندكش، جايب اثنين، اذا كان اثنين هنا يبقى ما عندكش الا واحد بقى تجيبه قدام ولا بتاع. صحيح، انما المفروض الوضع الطبيعي ان انا الديفنس دوت يبقى عندي لعيبه من المحليين، ويبقى انا اوفر الرفاهيه للناس اللي هي تعمل الفارق هجوما. اجيب واحد في نص الملعب كويس بلاي ميكر، اجيب واحد مهاجم راس حربه كويس، اجيب ناس مؤثره في الجيم. صح، في لعيبه في الدوري العام كده يعني مؤثرين. صحيح، في مهاجمين مؤثرين. يعني انا مش عايز اذكر اسماء عشان ما اتقالش ان النادي الاهلي هيسطو على اللعيبه دي ولا هياخدهم او كذا. لا، بس مجرد لعيبه. هو دايما نقول ايه، اللعيبه اللي بتلعب مع حتى مع كل الانديه هي لعيبه في الماركت، زي ما لعيبه الاهلي هي في الماركت برضه. ممكن حد يبقى باصص على لعيبه الاهلي، ده طبيعي يعني، ده بيحصل في العالم. اللي انا غلط اقوله انه انا ما بنتقص من قدر حد، لكن انا بقول النادي الاهلي المفروض يكون حاجه ثانيه. يبقى عندي فريق 11 A1، وعندي 2 3 4 زي، وبعدين في ناس مدرت اشبال شويه الشباب ممكن. صحيح، لكن لازم يبقى عندي فرقه كامله على مستوى عالي جدا.